حضرتكم كصبي أمندائيين مشهورين جدا بالعراق بمهنة صياغة الذهب، شنو سر ارتباطكم بهذه المهنة؟ هي مهنة تعبانة وأجدادنا تعرفين الصابع المدايين معروفين ليس بصياغة الذهب، كل المهنة الأساسية كانت بيد الصابع المدايين. لو ترجعين للعصر العباسي كل الناس المفكرين والمقربين للخلافة العباسيين هم الصابع المدايين، شرهم أبو إسحاق الصابي في أحد الخلافة العباسية عندما سافر خلاه هو يتولى رئاسة الدولة الإسلامية كلها. ليش؟ لأن هم محافظين على أسرار الدولة وهم العراقيين الأصلاء، فهم يعني الصابة المدايين مشهورين بكل المهن الأصلية، واستمرت من آبائنا وأجدادنا هذه المهنة وسوف تستمر إن شاء الله إلى الأبد. إن شاء الله تستمر إلى الأبد.